إنذار أخير، وزارة الصحة للمغاربة، احذروا قبل فوات الأوان. في رسالة مهمة ومثيرة في آن واحد، قالت وزارة الصحة للمغاربة بالحرف احذروا قبل فوات الأوان، وهي رسالة على المغاربة أخذها بجدية كبيرة بحسب تعبير أحد المتتبعين، وذلك بفعل الارتفاع المستمر لحالة كورونا بالمغرب. الوزارة كشفت أن عدد الإصابات تضاعف بشكل كبير وخطير خلال الأسبوع الجاري، قبل أن تدعو إلى ضرورة احترام إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا والاستمرار في الحفاظ على إجراءات الحماية من الفيروس. وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ أزيد من 13 مليون و 388 ألفا و 726 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية أزيد من 10 ملايين.